حيث أعلنت الهيئة العامة للطرق اليوم إغلاق طريق الأمير محمد بن سلمان بمكة المكرمة أم القرى سابقا عند تقاطعه مع مشروع الطريق الدائري الثاني في الاتجاهين وذلك لأعمال الصيانة. للمزيد من التفاصيل حول ذلك يلتحق بنا من مكة المكرمة الزميل أيمن الثبيتي. أيمن بداية أرحب بك معنا. أيمن حدثنا أكثر عن مراحل الصيانة في طريق الأمير محمد بن سلمان بمكة المكرمة أم القرى سابقا، ومتى يمكن فتح هذا الطريق أمام السالكين؟ نعم يحيى، حييك وحيي كافة متابعي قناة الإخبارية وهذه الأجواء الماطرة لله الحمد والمنة، والتي هطلت أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة قبل حوالي نصف ساعة من الآن، شملت جميع أحياء مكة المكرمة، أمطار غزيرة جدا، لا زالت الصواعق تسمع وأيضا البرق يشاهد هنا في العاصمة المقدسة سواء في المسجد الحرام أو الأجزاء الطرفية أو مكة بجميع أحيائها. فبالتالي مع هذه الأمطار استنفرت كافة الجهات ذات العلاقة كافة آلياتها البشرية والآلية للتعامل مع تجمعات المياه أو التعامل أيضا مع بعض إشارات المرور، ومن خلال تواجد جميع الفرق الميدانية. من خلال الخبر الذي تحدثت عنه يحيى، طبعا الآن نحن نقف على جسر طريق الأمير محمد بن سلمان وهو يخدم القادمين من محافظة جدة، هذا المحور والطريق الذي يعتبر من أهم الطرق والمحاور التي يستخدمها المعتمرون والزوار وصولا إلى المسجد الحرام، وهو سابقا كان يسمى بطريق أم القرى كما تشاهد زميلي يحيى. الآن لا يوجد هناك ولا مركبة تستخدم هذا الطريق نظرا لإغلاق هذا الطريق، وأيضا أعمال الصيانة التي ينقلها لنا الزميل ثامر السالم، وهذه الأعمال الصيانة التي ابتدأت منذ اليوم لإجراء بعض أعمال الصيانة وربط هذا الطريق بأعمال الدائر الثاني، وذلك بالتعاون مع الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة. كما تعلم يحيى، يعني هذا الطريق هو يعتبر شريان مهم لوصول المعتمرين إلى المسجد الحرام، تم استخدام طرق بديلة لتمكين ضيوف الرحمن للوصول إلى الحرم المكي كما أعلن من قبل هيئة الطرق، وهي تعتبر طرق شريانية أيضا ومحاور رئيسية. من خلال طريق إجياد السد يستطيع المعتمر أن يصل إلى المسجد الحرام بكل يسر وسهولة، ومن خلال أيضا استخدام وسائل النقل العام التي أتيحت. لكن ما نحب أن ننوه عن أيضا لكل القادمين من محافظة جدة سواء من مطار الملك عبد العزيز أو من نفس المحافظة، يعني استخدام الطرق البديلة. طريق الأمير محمد بن سلمان مغلق حاليا لأعمال الصيانة، فبالتالي لابد من الاستخدام الطرق البديلة التي تم الإعلان عنها. طبعا أعمال هذا المشروع سيتم متى بمشيئة الله تعالى أو افتتاح هذا الطريق من خلال هيئة الطرق وأيضا من خلال الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة. يحيى والمتابع الكريم، مكة المكرمة شرفها الله الآن مشاريع كبرى وتطويرية تعمل بشكل كبير جدا في جميع أجزائها وخاصة في المنطقة المركزية والمنطقة التي تحيط بالحرم المكي الشريف، وهذا مما يسهل عملية وصول المعتمرين والزائرين إلى الحرم المكي الشريف، وهذا أيضا ما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 في تمكين ما يقرب من 30 مليون معتمر. نعم يحيى. نعم أيمن، أختم معك بسؤال حول ما اطلعت عليه من الطرق البديلة لطريق الأمير محمد بن سلمان، ونحن على أعتاب إجازة الفصل الدراسي الأول يكثر قاصدو البيت الحرام أو على الأقل المواقع التي أعلنت فيها الطرق البديلة. في نصف دقيقة لو سمحت. شكرا.
نعم شكرا يحيى، سؤال جميل جدا. يعني كما تعلم لابد للزائرين والمعتمرين أن يتابعوا كل ما يصدر من خلال وسائل الإعلام أو الجهات ذات الاختصاص لكي يكونوا على اطلاع دائم بالطرق البديلة. هناك طرق متعددة تربط الحرم المكي الشريف من جميع الاتجاهات، سواء من الشرق أو الغرب أو الجنوب أو الشمال. فبالتالي هذا الطريق الغربي الذي يسمى من الناحية الغربية وهو طريق الأمير محمد بن سلمان مغلق، هناك طرق شكرا. بديلة يستطيع الزائرون استخدامها بشكل سريع جدا. نعم يحيى. إذن جزيل الشكر للزميل أيمن الثبيتي من مكة المكرمة.